احسب الايام ساعة ساعة وقمت احوط عمر على عمرك يا ابني يمت عيني تنام ليلة ليلة ساهرة يساهرني بدرك هالفرح ما دام اي هالفرح ما دام زفة وبحامة حروب حيرني امرك عام يخلف عام عام يخلف عام غصن وتضل علي وقعد بكترك امالي قد مشي بي كثرة بعدد ما تنحسب علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار وما لي. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار وما لي. ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعي ورد الحسين إلى العراق وظنه تركوا النفاق إذا العراق كما هي ودعوا للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا قست القلوب فلم تمل هدايتي تبا لهاتيك القلوب القايا يا سيا يا ماذا يا قطعم فراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء القايا تبكيك عيني
لا لأجلي مثوب. اي والله يا ابا عبد الله لو ذرفت الدمعه والله لاجلك يا حسين. تبكيك عيني لا لأجل مثوب، لكنما عيني لأجلك باق. سيدي تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجاير. انسيت رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآيا. يا ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا. يا ما مثل يومك يا أبا عبد الله، ما مثل يومك يا أبو اليمة جرى على الرمح راسك وجسمك عثر على الرمح راسك وجسمك عذرة وش حال زينب الجثتك تنظر على الأرض والخيل وسفايا. يا داست، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العلي العظيم في محكم كتابه الكريم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لخدمة أهل البيت دائما أبدا، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الثانية: غفر الله لكم. تعجيلا في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. الثالثة: بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. النصيحة الثانية بعد الموعظة الأولى، بعد قضية التوحيد وموعظة لقمان لولده أن لا يشرك بالله ويبقى على الجادة، جادة الصواب، فقد بين سبب ذلك. ليش واحد لازم لا يشرك بالله؟ لماذا يجب عليه أن يؤمن بالله؟
فبين ذلك لقمان إن الشرك لظلم عظيم. هذا أولا. والموعظة الأخرى التي فيها مسألتان سنذكرها إن شاء الله. الموعظة الأخرى في قضية المعاد، لا تشرك بالله أولا لأن الشرك ظلم عظيم، وهذا الظلم الله سبحانه وتعالى لا يتغاضى، إن الله يمهل ولا يهمل، يعطي لي ولك ولجميع الناس، كل الناس كلنا مذنبون، كل الناس خطاؤون، وأفضل الخطائين التوابون. الله سبحانه وتعالى يعطيني أنا الإنسان المذنب، يعطيني المهلة، يعطيني مهلة مو ساعة وساعتين ويوم ويومين، يعطيني مهلة 60 سنة، يعطيني مهلة 70 سنة، 80 سنة، يعطيني مهلة إلى تلك الساعة الأخيرة قبل خروج الروح، إلى تلك الساعة الأخيرة، أطال الله بأعماركم ورحم الماضين منكم، إلى تلك الساعة الأخيرة لو تاب العبد توبة نصوحة غفر الله له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واحد لا يقول والله أنا بعد الله ما يغفر لي، أنا سويت ذنب كبير، أنا سويت ذنب عظيم. في رواية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول إن قنوطه عن رحمة الله، واحد كان مرتكب له ذنب كبير، إن قنوطه عن رحمة الله أكبر من ذنبه، مهما كان ذلك الذنب كبير رحمة الله واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. فهذا الظلم هذا ظلم، الله سبحانه وتعالى يمهل ويمهل ويمهل ولكن لا يهمل. هذا الظلم ربما إن لم يستغفر الله منه، إن لم يعود إلى رشده، الله سبحانه وتعالى يؤاخذه عليه. هذا أولا. وثانيا في مسألة المعاد، مو عبالك يا بني ويا غير بني، يا من تقرؤون هذه الآيات آناء الليل وأطراف النهار، مو تظن أنه أنا ذنب صغير، ظلم صغير ارتكبته، إسا شنو يعني الناس جاي يأكلون المليارات، أنا إش سويت؟ أنا أكلت لي كم دينار فلوس أيتام، ما سويت شيء. الناس جاي يرتكبون الآثام والموبقات، أنا ماذا فعلت؟ هي كذبة صغيرة. الناس شوف جاء الناس جاء ماذا يفعلون، أنا ماذا فعلت؟ شوفوا إخواني عندنا في الرواية، الرواية ربما على ما في بالي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكلهم نور واحد، الرواية عن الإمام أنه قال إياكم، مضمون الرواية إياكم والمحقرات من الذنوب، إياكم والمحقرات من الذنوب، دير بالك هذه الذنوب الصغيرة الحقيرة اللي أنا ما أشوفها ولا أعتبرها، إياكم منها. يا ابن رسول الله، كان أكو واحد جالس، يا ابن رسول الله شنو يعني المحقرات من الذنوب وما هي؟ قال تلك الذنوب اللي صاحبها يقول ليت هنيئا لي لو أن الله لا يؤاخذني إلا بهذه، يا ريت الله ما يؤاخذني إلا بهذا الذنب الصغير. لا، هو هذا الذنب الصغير إخواني أنا ربما أراه صغيرا ولكن هو عند الله كبير، أنا ربما أرى هذه الكذبة كذبة صغيرة ولكن هذا كذب، والكذب الله سبحانه وتعالى يلقي بصاحبه في النار إن لم تشمله الرحمة، إن لم تشمله شفاعة أهل البيت، إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى. هو هذا الذنب الصغير ربما كفيل أنه يدخلني إلى النار والعياذ بالله. هذا إذا كان أمور تافهة أمور صغيرة، إذا كان الأمر بيني وبين الله، صلاتي ما أصليها ربما أتوب وأستغفر، ربما الله سبحانه وتعالى يسامحني، ربما الله سبحانه وتعالى يغفر لي، ولكن أكو أمور وذنوب يقال لها التبعات، هذه الذنوب فيها حقوق الآخرين، حقوق الآخرين الله سبحانه وتعالى لا يغفرها حتى يرضى عنك صاحبها، البعيد عنكم طبعا، حتى يرضى عنه صاحبه. واحد غاصب لبيت، واحد ماكل أموال الآخرين، واحد ما أدري مسوي شيء آخر اللي فيها حقوق الآخرين. إخواني أنا أنصح نفسي حقيقة، أنا أنصح نفسي أولا وأذكر نفسي أولا
وأذكركم ومن خلالكم الآخرين، طالما أنا على قيد الحياة فلأصفي فيما بيني وبين الناس، طالما أنا على قيد الحياة. يا أبادر اغتنم خمسا قبل خمس، منها اغتنم حياتك قبل موتك. طالما أنت على قيد الحياة تستطيع بالأموال، تستطيع بالكلمة الطيبة أن ترضي الآخرين، تستطيع ذلك. ولكن إذا جاء الأجل بعد يوم القيامة، العملة مو الدينار والدرهم، يوم القيامة العملة ليس الدينار والدرهم، العملة الحسنات والسيئات. في مضمون الرواية الله سبحانه وتعالى يوقف الظالم والمظلوم، أول شيء يلتفت إلى المظلوم يقول له هذا الظالم اللي ظلمك اغفر له حتى أنا أيضا أغفر لك، اغفر له حتى أنا أغفر لك، فإن غفر له فبها، وإلا يقول لا يا إلهي أنا ما أريد أغفر له، أنا أريد أخذ حقي منه. يقول له يلا ما يخالف، تعال يا ظالم أعطي حق هذا المظلوم. يقول له يا إلهي أنا بعد ما عندي أموال، في دار الدنيا أكلت أمواله وكان بإمكاني أن أدفع له، ولكن بعد ما هذا الشيطان ما خلاني أدفع له الأموال، ما خلاني أرجع حقوقه، بيته اللي أنا مغتصبه هذا البيت الشيطان ما خلاني أرجعه، الآن ماذا علي أن أفعل؟ الله سبحانه وتعالى يقول له يلا ما يخالف، الآن عندك حسنات، فيأخذ من حسنات الظالم ويعطى لمن؟ للمظلوم، حتى يرضى، حتى يرضى. ربما في الدنيا أنا كنت أستطيع عن الظالم، كنت أستطيع أن أرضي المظلوم بدرهم درهمين، بمبالغ قليلة، بكلمة طيبة، واسطات أخلي هنا وهناك يرضوا بأي شكل من الأشكال، ولكن يوم القيامة العملة هي الحسنات. عموما يقول لي يا بني مو عبالك أن الله سبحانه وتعالى غافل والعياذ بالله، لا، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا هذا يره وهذا يره. هذا يرى إن شاء الله، أنتم هكذا ترون الأعمال الحسنة يوم القيامة، العمل الحسن الذي فعلته وأزديت خدمة للآخرين وأنت ناسي، ولكن الله سبحانه وتعالى ما ينسى، ما ينسى أنك أنت في اليوم الفلاني مددت يدك يد المساعدة وأنقذت شخصا من دين، من سجن، من مشكلة، أنت وقفت وياه، هذا الله سبحانه وتعالى ما ينسى. أنت ربما تنسى، الآخرون ربما ينسون، ولكن الله لا، ما ينسى. وكذلك العكس، أنا وأمثالي اللي ربما ظلمنا شخصا في يوم من الأيام ولو بمقدار مثقال حبة من خردل، ولو بمقدار مثقال حبة من خردل، وأنا نسيت ذلك الظلم، الله سبحانه وتعالى يأتي به يوم القيامة. هنالك مسألتان في هذه الآية. المسألة الأولى إخواني قضية سعة إحاطة الله سبحانه وتعالى بالعباد. أنا الإنسان النوعي عندي إحاطة، الآن أنا جالس في هذا المكان عندي إحاطة بالمكان الذي جالس فيه، جنابك كذلك، ولكن بعد خلف هذا الحائط ما عندي إحاطة به. ليش؟ لأني أنا محدود، أنا إنسان مادي، أنا محدود بالسمع والبصر بهذا المقدار، بهذا الجسم المحدود، بهذا الزمان المحدود، وبهذا المكان المحدود. الله سبحانه وتعالى لا محدود، غير محدود، ليس كمثله شيء، سبحان الله وتعالى عما يصفون. الله سبحانه وتعالى غير محدود، ولهذا عند إحاطة بكل شيء، عند إحاطة بكل شيء، كل شيء تحت علمه، كل شيء، ولهذا هو السميع البصير، ولهذا هو المحيط بكل شيء، ولهذا هو القادر على فعل أي شيء. هذه الأمور اللي تسمعها تزيد في عقيدتك، هذه الأمور لأن الله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء، القادر على كل شيء،
وهو على كل شيء قدير، بيده كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول هذا الظلم أو هذه الحسنة أو أي فعل تفعله، هذا لو كان في صخرة أو في الأرض أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، يأتي بها وأنت تشوفها. عندنا أخواني في مضمون الروايات أنه في ساعة الاحتضار أطال الله بأعماركم جميعا ورحم الماضين منكم، ليش تسمى تلك الساعة الأخيرة من حياة الإنسان ساعة الاحتضار؟ هنالك تفاسير قالها بعض العلماء، قالوا أنه ساعة الاحتضار لأن الملائكة تحضر، ساعة الاحتضار لأن الشياطين تحضر، ساعة الاحتضار لأن الأعمال تحضر. وكما هو الرأي السائد عند كثير من العلماء أن كل هذه التعاريف كلها صحيحة، هم الملائكة تحضر، هم الشياطين يحضرون، وهم الأعمال تحضر، الأعمال تحضر. إخواني عندنا في الرواية أن الإنسان يشوف كل أعماله كلها، يراها هكذا مثل شريط أمامه، كلما فعل من صغيرة أو كبيرة يراها أمامه في تلك الساعة، في ساعة الاحتضار. هناك عندما يريد أن يتوب بعد ما يقدر، لا يستطيع التوبة في تلك الساعة. ليش؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقول رب ارجعون، يقول يا إلهي ارجعني، ارجعني خلي أنا. نعم، في الآية المباركة ربي نعم لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقول الله سبحانه وتعالى يقول له كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ أحسب الناس أن يتركوا مجرد أنه الإنسان يقول خلاص أنا صرت إنسان مؤمن؟ أنا صرت هذه مع الأسف المغالطة هذه موجودة على الألسن، أنه خلاص أنا إنسان شيعي موالي الله سبحانه وتعالى بعد ما يأخذني، أنا إنسان عندي ولاية أمير المؤمنين الله سبحانه وتعالى ما يحاسبني، أنا عندي خدمة لأبي عبد الله الحسين بعد صلاة ما يحتاج أصلي. هذه الكلمة تسمعونها ولا ما تسمعونها؟ أنا أسمعها كثيرا. هذه مغالطة أخواني، وهذا اعتقاد باطل. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لبعض أصحابه، يقول يا فلان لا تكن ممن يرجو الآخرة من غير عمل، لا تكن ممن يرجو الآخرة من غير عمل، لا بد لك إذا تريد أن تصل إلى الآخرة إلى رضوان الله إلى الجنة لا بد لك من عمل، لا بد لك من السعي، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالمسألة الأولى في هذه الآية المباركة سعة إحاطة الله سبحانه وتعالى بالسماوات والأرضين بكل شيء. طبعا الأرضين شوية الأمر هين، الأرض وما فيها ولو أننا لا ندعي شيء، ولكن العلماء أكو علماء يعرفون الأرض، ولكن السماء تدري يعني شنو إخواني؟ سماوات، هاي الكلمة هذه سماوات تدري يعني شنو معناها؟ قرأت قبل فترة تقرير أن الوكالة الفضائية، وكالة ناسا اللي يبحثون في النجوم وفي علم الفلك، عثروا سنة 2018 قبل 3 سنوات تقريبا، يوم 31/3/2018 عثروا على نجمة، هذه النجمة سموها نجمة إيكاروس، هذه النجمة اسمها إيكاروس وتسمى بالنجمة الزرقاء، ابحث عنها في الانترنت موجودة. هذه النجمة الزرقاء يوم 31/3/2018 استطاع أن يراها العلماء، علماء الفلك قدروا يرصدون هذا النجم، ف
فسووا حساباتهم فعلموا أن هذه النجمة، هذا النور، هذا النور، هذا الضياء الأزرق الذي رأوه من تلك النجمة، هذا قطع 9 مليارات سنة ضوئية إلى أن اليوم شافوه العلماء. 9 مليارات سنة ضوئية. السنة الضوئية، الضوء، مسير الضوء في الفضاء إيش كثر؟ 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، يعني في السنة الضوئية أكثر من 9 تريليون كيلومتر. أكثر من 9 تريليون، يعني 9 وقدامه 12 صفر. أكثر من 9 تريليون كيلومتر في السنة الواحدة يقطع الضوء في الفضاء، المسافة اللي يقطعها في الفضاء سنة واحدة 9 تريليون كيلومتر. هذا 9 مليار، 9 مليار سنة ضوئية. يعني هذا 9 تريليون اضربه في 9 مليار، راح يجيك رقم ربما بالآلات الحاسبة ما تقدر تحسب، يجيك رقم 85 وقدامه 21 صفر. 85 وقدامه 21 صفر، ما أعلم شنو هذا الرقم. هذه المسافة لنجمة واحدة استطاع العلماء أن يكشفها، هل يا ترى بعد هذه النجمة هم أكو شيء؟ الجواب نعم. زين، العلماء وصلوا إليه؟ يقولون لا، أبعد ما وصل إليه العلماء كانت هذه النجمة. الله سبحانه وتعالى محيط بها وبغيرها من السماوات، هذه سعة إحاطة الله سبحانه. فمن هنا أخواني تشوف أنه أنا الإنسان النوعي، وحتى جنابك، وحتى الكرة الأرضية هذه بعظمتها، إحنا لا شيء بالنسبة لهذا الخلق العظيم اللي الله سبحانه وتعالى خلق. حقيقة إحنا لا شيء. أنا شنو قيمتي في هذه الدنيا؟ أين مكاني في هذه الدنيا؟ يجي هذا الإنسان اللي مثلي أنا وأمثالي، أقف أمام الله وأريد أتحدى الله عز وجل في ارتكابي للذنوب. الله أكبر. وخلق الإنسان ضعيفا. المسألة الأولى في هذه الآية المباركة سعة إحاطة الله سبحانه وتعالى بهذا الكون. المسألة الثانية قضية الحساب. الحساب، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 أو عن 5. لا بد من السؤال. طبعا هنالك من المؤمنين إن شاء الله من أمثالكم بعد عمر طويل، بالنهاية الموت حق وكلنا سوف نرد على رب كريم إن شاء الله، بعض المؤمنين من أمثالكم ذولا يدخلون إلى الجنة بغير حساب، يدخلون إلى الجنة بغير حساب. هنالك بعض الناس يحاسبون حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه، نعم الآية المباركة، فيحاسب حسابا يسيرا، يحاسب حسابا يسيرا. فسئل النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله شنو يعني حساب يسير؟ قال إنما هو التصفح، يعني ما يدققون في تفاصيل أعمالك وإنما يتصفحون. أنا هذا رأيي المتواضع اللي عرضت على بعض العلماء أيضا وافقني الرأي، قال أنه يدورون فيه يشوفون ختم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، اللهم صل على محمد. أول شيء يشوفون العنوان، عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب، علي حبه جن، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن. عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب، إن وجد فيه صك أمير المؤمنين لا، نعم لا يجوز أحد الصراط إلا بصك من علي بن أبي طالب، شافوا هذا الصك وهذا الختم تفضل، إذا ما شافوا
لا أنت أوقف، عندنا شغل وياك. فيحاسب عندنا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن كل محاسب معذب، لأنه اللي الله ما يريد يعذبه ما يحاسبه، يقول له يلا روح. ولكن إذا وقف للحساب الله أكبر من تلك الساعة. يقول رسول الله: إن الله لينتقم من الجماء، لينتقم من القرناء للجماء. حتى الحيوانات أجلكم الله، القرناء اللي عندها قرون تجي تنطح تلك الدابة اللي ما عندها قرون، ما عندها وسيلة تدافع عن نفسها، الله سبحانه وتعالى يوقفهم للحساب. في يوم من الأيام دخل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المسجد، أراد الدخول إلى المسجد فرأى جمل، شاف جمل واقف على نعم قوائمه وعليه حمله، حمله موجود عليه ومربوط بحديدة مربوط بنخلة وصاحبه ما موجود. فسأل قال: منو صاحب هذا الجمل؟ قالوا له: يا رسول الله صاحب هذا الجمل نايم في المسجد، جاي مسافر في طريق واستراح فشاف مسجد شوية يستريح. فقال: قولوا له أنه سوف يحاسب يوم القيامة. روحوا قولوا له: ليش تارك هذا الجمل هكذا؟ أنت تريد تروح تنام؟ نزل الحمل من على الجمل، جيب له طعام، جيب له ماء، وأنت روحنا، مو تخلي هذا الحيوان المسكين. هكذا أخواني الحساب دقيق، الحساب دقيق، الحساب دقيق. يسأل عن خمس لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أو عن خمس: عن عمره فيما أفناه، هذا العمر اللي سويت فيه، الله سبحانه وتعالى أعطاك عمر مديد، هذا العمر ماذا فعلت به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما صرفه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن حبنا أهل البيت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا العمر، هذا الجسم، هذا نعم هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها ماذا فعلت بها؟ هو هذا العمر إخوان، هذا العمر اللي عندنا في نعم في سورة العصر، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، يعني قسما بالعصر. شنو العصر؟ لا علينا، قسما بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. شنو اللي جاي يخسره؟ ماذا يخسر؟ شوف اقرأ المفسرين جميعا كلهم قالوا أن الذي يخسره كل إنسان هو عمره. يقولون: أبعد مسافة بيني وبين الموت ساعة ولادتي، الساعة اللي ينولد فيها الإنسان، تلك اللحظة الأولى هي أبعد مسافة بينه وبين قبره. كلما تمر لحظة يدنو من قبره لحظة، كلما يمر يوم يدنو إلى قبره يوم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ حقيقة أخواني، إلى متى الإنسان؟ واحد صار عمره كذا سنة، بعض المؤمنين قالوا أنه أنا بيتي راح مني، وناس آخرين جهات مختلفة أخذوا هذا البيت مغتصب، وجاي يروح يصلي فيه، يروح يسوي فيه مجالس، يروح في بيت مغتصب. إلى متى؟ إلى متى هذا العمر؟ إيش كثر لم يبقى من العمر بمقدار ما مضى منه؟ أطال الله بأعماركم جميعا. ولكن بالنهاية الموت حق، الموت سوف يأتي في يوم من الأيام، سوف أرى وترى من دون أي مجاملة، من في يوم من الأيام سوف نرى ملك الموت، أشوف أمامي واقف. يا ملك الموت، جئتني زائرا أم قابضا؟ يقول له: لا، جئتك قابضا، أنا ما زور أحد، جئتك قابضا. زين مهلني كما قال نبي الله، امهلني خلي أرجع إلى بيتي. يقول له: لا، جاء أمر الله، فإذا جاء وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللي هنا بعض العلماء عنده كلمة لطيفة، يقول: لماذا قدم الله لا يستأخرون على لا يستقدمون؟
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لماذا قدم لا يستأخرون على أختها؟ فبعض العلماء يقولون لأن عادة الإنسان يريد تأخير الأجل، العادة الإنسان يريد تأخير الأجل، إلا القلة القليلة من المؤمنين اللي يحب تقديم الأجل، وإلا عادة الإنسان ما يحب الموت، يكره الموت. يقول مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، يقول ما رأيت حقا، ما رأيت حقا أشبه منه بالباطل كالموت، لأن الناس كلهم يفرون منه. شلون الناس يفرون من الباطل؟ يقول هذا الحق الناس عادة يفرون منه، فأشبه ما يكون بالباطل، ولكنه حق، حق سوف يأتي في يوم من الأيام. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل. هذا الكلام ليس لكم طبعا، لي ولأنا وأمثالي. إن شاء الله لكم حياة سعيدة، وبعد ذلك بعد هذه الحياة السعيدة القبر روضة من رياض الجنة في كنف أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم ينفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم، أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها الأستار، من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر، هو بعد ما يقدر يحكي، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، قد طالما أكلوا فيها وقد شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قياد أكلوا. إحنا غير حسين، أي والله أنا على ما أتكل، أتكل على صلاتي صيامي أعمالي، إيش عندي أنا؟ ماذا أقدم بين يدي الله؟ ولكن عندي شيء واحد أنا مطمئن منه، مطمئن منه بقلب واعي ومصمم 100%، واثق منه 100%، وهو حبي وولائي لآل البيت. هذا حبي مو مشترى بالفلوس، حبي أنا مو خايف من واحد فأحب أهل البيت، مو لأجل المال أحب أهل البيت، لا، حبي لهم صادق. خدمتي لأبي عبد الله الحسين إن شاء الله، هذه الخدمة إن شاء الله كانت صادقة لي ولكم إن شاء الله. هذا الحسين إحنا نقدمه لي في سبيل الله، هذه الحسين إحنا نقدمه، إحنا غير حسين، ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها ثجيلة. يا أبا عبد الله صلى الله عليك، يا أبا عبد الله صلى الله عليك، يا أبا عبد الله صلى الله عليك، يا أبا عبد الله. يقول له وسيلة، وسيلة يعلب السجاد هل دمعك، وسيلة يا احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، يا أي حلف برضيعة وبضلع أمه
وسئله وسئله يشفع لنا عد رب البريه، يشفع لنا عد رب البريه. هذا حال الموالي عندما يذكر الحسين، تجري دموعه تخرج آهاته من القلب، ينادي يا حسين يا حسين يا حسين. فما بال أطفال الحسين في يوم عاشوراء، كما ورد في المقاتل جاءوا بالماء إلى أطفال الحسين، فخرج الأطفال ينظرون إلى الماء ولم يتقدم منهم أحد. أنا شلون أشرب لذيذ الماء يا حاشا وأهلي قضاوا كلهم عطا وحسين الترب أمس فراش وحسين الترب أمس يا فراش. أرادوا الخروج بهن من كربلاء يوم الحادي عشر، جاءوا بتلك النياق الهزل. يا أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام على الرحيل، حتى لو أن السباع تأكل لحمي، ولكن الأمر كما ترى هذه نياق الرحيل تجاذبنا للمسير. لما انحدى الحادي بودايع الهادي إلى نزينا بيتنا بهونك يا حادي، مروا على العبا جثة بلايا شف البصر يا ناس، نمشي وتخلو مروا يا حادينا يا من جسم والي. شنقول نقول لا يا بوسك ترضى يذلو، مروا على الأكبر فوق الثرى مطابا، نادوا بني حدا أربل كان يشيلوا، بعد مروا على الجاسي فوق الثرى نادوا بني هاشم بلجن يزل
أويلي أنا تاني ذكرت عزي ودلالي دلالي من قوضت ذيك الليالي يا يدق عد يا اخويا وشوف حالي ايش حال الغريب ابغى يا اروالي لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله. الهي نسالك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم اشفي كل مريض. المرضى المنظورين اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية. اللهم اقض عنا الدين وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مضى من أهل هذا الجمع أموات الحاضرين والمؤسسين نهدي إليهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات. احسب الايام ساعة ساعة وقمت احوط عمر على عمرك يا ابني يمت عيني تنام ليلة ليلة ساهرة يساهرني بدرك هالفرح ما دام اي هالفرح ما دام زفوا حروب حيرني أمرك عام يخلف عام عام يخلف عام